من الاولاد، بنفتح التلفزيون بنقول هلا بنحضر اكل حلو وبنستفيد من الوجبه وبنتمتع فيها. هيدا غلط، يعني المستحسن انه ناكل قبل ما ننام بساعتين او بثلاث ساعات. هلا رح نعتبر انه هيدا المعده تبعولنا ونحن هون مليناها اكل قبل ما ننام. بنعرف انه المعده وقتها ناكل بتفرز اسيد، سو ببلش هيدا الاسيد يطلع بقلب الاكل تبعنا ويفور. منفوت بدنا ننام، المعدة مليانة، الأسيد عم بيفور، شو بيصير؟ صرنا بهيدي الوضعية النايمة، بيطلع الأسيد وبيحرق زلعيمنا، بيحرق تمنا، بيحرق المريء تبعنا، وما بيعود يخلينا ننام. يعني منحس حموضة ليلا منحس فيهم، منحس بهيدي الحموضة، منحس أننا منزعجين، ومش بس أنه قصة حموضة وقصة هالإحساس العاطل، في تيوريات بتقول هون حسب نوعية الأكل، أنه كمان الأكل مأخر بنصح، بس هون أكيد حسب شو عم ناكل، وإذا عم نعمل حركة يعني قبل ما ننام، ما بعرف كيف فينا نتجنب ناكل مأخر، يعني روني مثلا أنت كل نهار بالعيادة، كيف تعملتها؟ آخر شيء لما توصل على البيت ما بدك تاكل بوقت كثير مأخر. هيدي مشكلة. بس حلها كثير هين، بتعرف شو هو؟ واحد يفوت ينام بكير، واللي ما بيقدر ينام بكير الافضل مثلا شيء ساعه قبل النوم واحد يطفي التلفزيون شوي صغيره، او فوت ياخذ حمام مي سخنه ساعه قبل النوم، وجرب ينام كل يوم على وقت معين لحتى يتعود السيكل تبعه ينام مزبوط. يعني مشاهدينا لو عم تمشوا على هيدي النصيحه ما حدا منكم عم يحضرنا الليله، سو انا بفضل انه لا، اذا بتحبوا تسهروا خلينا نجيب لكم نصايح شو فيكم تاكلوا باخر الليل تما ياثر على النوم. ولهالسبب عم نستضيف الليله اخصائيه التغذيه كارمن غنطوس. اهلا وسهلا كارمن. كارمن يعني عندك مهمة صعبة الليلة. نحن يعني المشاهدين اللي عم يتابعونا الليلة بكل بريك بفوتوا بيجيبوا شيء تيتسلوا فيه قدام التلفزيون تيضلوا عم يتابعوا لآخر الحلقة، لأنه آخر الحلقة بنعطي دائما نصائح كثير منيحة. كيف فينا نساعدهم ينقوا شو فيهم ياكلوا تيناموا منيح ويوعوا ثاني يوم منشطين؟ أول شيء رح نبلش بالأكل الصحي واللي أكيد بيناسب يكون كعشاء لإلنا، والسعرات الحرارية فيه مناسبة كعشاء. خلينا نبلش بالكراب والتونة والبيض اللي هن لحوم فيهم تريبتوفان. هالتريبتوفان هو الأحماض الأمينية اللي بتأثر إيجابياً على النوم. الدراسات عن النوم العميق بينت أنه بس 250 ميلي جرام من التريبتوفان هي كافية حتى تزيد ساعات النوم. 250 ميلي جرام تريبتوفان موجودة ب 90 جرام من التونة أو من الكراب أو ب 3 بورسون بيض. ننتقل للسبانخ اللي على طول انا بنصح ماي بيشنت وكل بنصح المشاهدين انه يجي ياخذوها رو، يعني ما تكون مسلوقه مش محطوطه على حراره، لانه بكل بساطه السبانخ مش بس غنيه بهالتريبتوفان، هي غنيه كمان بالفيتامين بي 6 وفيتامين سي. مجموع هالعناصر الغذائيه رح تحول الحماض الامينيه لهرمون اللي هي مسؤوله عن تنظيم النوم اللي هي الميلاتونين. بنحكي عن الكامومي او الفاليريان روت تي اللي هو معروف قد ايه بيحارب ضد التعب، والكامومي كمان موجود فيه ماده اسمها الجليسين اللي بتشتغل كمهدئ بس على دوز واطيه. كامومي يعني البيبونيج. يس البيبونيج، واللي هو على طول انا بنصح ماي بيشنت كمان انه ياخذوه قبل ما يناموا، هيك بيلهيهم شوي عن اللقمشه، بس اكيد بدون سكر. نحكي عن البنانا، هالفواكه الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم، بخلي كل عضلات الجسم ترتخي، وخصوصا هذا الشيء المطلوب قبل ما ننام حتى نحس حالنا ردي لحتى ننام وما نقلق. وهيك الواحد ما بيعمل كرامبس كمان صح بالليل. 100% المغنيسيوم. بنحكي عن الحليب وكل مشتقات اللبن والجبنه اللي هن على طول عنا ان مايند انه كبايه الحليب قبل ما ننام ممكن تنعسنا. شو بيصير؟ الكالسيوم الموجود بين الدراسات الموجود بقلب هالمواد هالبين والاجبين عم بتساعد الاحماض الامينيه كمان انه تفرز الميلاتونين. مهم يكون قبل بساعتين من وقت النوم، لانه الرفلي حتى لو ما كانوا كثير اجمالي. وهلا رح نحكي بالمأكولات اللي منا منيحه ابدا انه ناخذها كمان شو ممكن تعمل اللي هي اطيب شيء يعني بالنهايه. اكيد خلينا نبلش مع البيتزا، لانه هون مع هيك اكل رح ننام قبل ما تخلص حلقتنا ما حدا حيشوف شيء.
خلينا نبلش مع البيتزا. وأتقول بيتزا كمان ما جبنا بس برجر ساندويتشز، كمان عم نحكي عن كل شيء فاست فود. اليوم شو المشكلة؟ مش بس الكالوريز هي المشكلة، المشكلة إنه كمية الدهون الموجودة بهالمأكولات جدا عالية، بتخلي الجسم كل الليل تعبان عم بيجرب يهضم هالمواد الغريبة عنه. فشو بيصير؟ بيصير إنه أنا كل الليل بدي أتقلق، بدي أقوم تاني نهار حاسة إني منفوخة، مزعوجة، ممكن أعمل نفخة وحرقة أو رفلو كمان بذات الوقت. مشان هيك منو موسى أبدا إنه ناخد فاست فود بالليل. في عنا التشوكلت، يعني بعتذر من محبي التشوكلت، والدارك تشوكلت خصوصا اللي فيه تقريبا 70% كوكوا. اليوم مش يعني نحن ما لازم ناكل شوكولا، بس المهم التايمينج، امتى ناكل شوكولا والكميه. ليه؟ لانه اذا بدي اعطي اكزامبل 3 سكوير من هالتشوكلت اللي جايبينهم فيهم تقريبا قد فنجان اسبريسو واكثر شوي ايفن كافيين، والكافيين شو بيعمل؟ بيعلق الميتابوليزم وبيقلق، فمنه الوقت المناسب، وما ينتبه خصوصا اذا عم ناخذهم بعد الظهر وقريب لوقت النوم. اليوم الفكره اكيد العشاء من الوقعات الاساسيه ما لازم نقفيه، بس كلمتين اساسيتين: الكميه قد ايه عم ناكل بالليل، والنوعيه اللي عم ناكل اللي عم ناكلها. وبكل بساطه فينا يعني نعتمد المثل المعروف، نتروق ترويقه الملك ونتغدى غدا الأمير ونتعشى عشاء الفقير. أهم شيء الكوانتيتي بالليل والكمية بالليل ما تكون كبيرة، لأنه الميتابوليزم تبعنا بيبطأ كثير بالليل. لكن التوقيت الأضبط للأكل هو ساعتين قبل الساعة اللي بيناموا فيها. نعم. خاصة الستات الحوامل. والنوعية الأكل اللي صوبي أنا وليال يأكلوا وكارمن واللي صوب أنا وياك هون. أحد. نسائية التغذية كارمن غنطوس، نشكرك لحضورك معنا اليوم. مشاهدينا، نحن صار لازم نتوقف مع اول بريك، بس لكل الستات اللي حابين يقوموا بعمليه تكبير الصدر، مين اللي بيحدد قد ايه بده يتكبر الصدر؟ هل الست اللي هي بتقرر، ولا في معايير بحطها حكيم التجميل ولا لا؟ لتعرفوا الجواب يلي حيقلنا اياه دكتور ملكي، تابعونا بعد البريك.